بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الأولى قسم اللغة الإنجليزية، هكمل دلوقتي محاضرة رقم 10 بارت 2 بالنسبة لشابتر نمبر 6 اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الهاوس هولد بيهيفير واند كونسيومر تشويس، وكنا نهينا البارت 1 في المحاضرة العاشرة لما اتكلمنا عن البادجت لاين، وقلنا ان البادجت لاين بيوضح الكومبينيشنز مختلفة من اختياراتي من سلعة اكس او سلعة واي بناء على دخل محدد وبناء على اسعار السلعة اكس وبناء على سعر كل من السلعة اكس والسلعة واي، يعني في ظل وجود دخل محدد وفي ظل وجود سعر محدد لسلعتين مختلفتين ببدأ ان انا اشوف يا ترى هشتري قد ايه من اكس واشتري قد ايه من واي. بدأنا ان احنا نرسم البادجت لاين ووضحنا ازاي بيكون شكله، وكنا كمان وقفنا عند السلايد دي ان احنا ازاي ممكن اجيب السلوب بتاع البادجت لاين، وهو عبارة عن بي اكس ديفايدد بي واي وبيكون ماينس، لانه هو بيكون داونورد سلوبنج لانه بيعكس على طول ان انا في ظل خط البادجت لاين ده بيعكس لي ان اي ان انا كل ما بكون عايز ان انا ازود وحده واحده من اكس، لو انا عايز ازود استهلاكي من سلعه اكس لازم في نفس الوقت ان انا بضحي من استهلاكي او بقلل من استهلاكي من السلعه واي. وبعد كده وضحنا ان الايكويشن بتاعت البادجت لاين هي عباره عن الانكم ايكوال بي اكس تايمز Px times x plus py times y. كان هو ده اللي احنا وقفنا عنه، ومهم جدا مذاكرة الايكويشنز اللي قدامي تمام عشان اقدر نشوف في اخر المحاضرة او البارت 2 ان احنا يعني نحل مثال شامل على البادجت لاين. فالحاجات دي مهمة جدا ان احنا نكون مذاكرينها وفاهمينها. يمكن انا بارت 2 اظن ان انا هقف عند البادجت لاين في النهايه، الانديفرنس كيرف او منحنيات السواء انا شايف هيكون كتير على محاضره النهارده، فان شاء الله نتكلم فيها المحاضره الجايه، وان كان ممكن يكون في محاضرات اللي جايه بعد كده. انا بحاول ان انا ما اخليش المحاضرات ان تكون طويله، بحاول ان انا اخلي البارت يكون قصير على قد ما بقدر عشان يكون سهل في التحميل بالنسبه لكم وكده يعني. فممكن بعد كده ممكن المحاضرة اقسمها بدل مثلا لاكثر من جزء، يعني ممكن يكون في بارت 3 بعد كده يعني على حسب يعني. طيب عايزين نشوف. طيب احنا كنا وضحنا ان البادجت لاين هو عبارة ستريت لاين، هو خط بيعكس اللي انا يعني تكويناته وخليط مختلف من الكميات المستهلكة من اكس وواي بدخل محدد وسعر محدد لكل من اكس وواي. طيب يا ترى امتى يحصل شيفت في البادجت لاين؟ هيحصل شيفت في البادجت لاين لو الاي او الانكم نفسه اتغير، يعني لو الدخل زاد ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان في حاله ان الاي حصل له انكريز متوقع ان البادجت لاين هيحصل له شيفت اب، يعني هيتنقل لاعلى. في حاله ان الانكم حصل له ديكريز يعني قل، متوقع ان البادجت لاين هيحصل فيه ايه؟ شيفت داون. يبقى خد بالك، يبقى لو انا عندي اي او الانكم او الدخل حصل له زياده متوقع ان البادجت لاين يعمل شيفت اب، لو حصل له الانكم نقص هيحصل ايه في البادجت لاين؟ هيحصل له شيفت داون ينزل لاسفل. طبعا خد بالك ان هنا بيتنقل موازي سواء لاعلى او بيتنقل موازي سواء لاسفل، فمعنى كده ان خد بالك ان السلوب از كونستانت، يعني الميل هيفضل ماله ثابت. كمان الميل هيفضل ثابت لان احنا عارفين ان السلوب هو عباره عن بي اكس ديفايدد بي واي، فهو كده كده هو سعر اكس على سعر واي، فالسعر ما اتغيرش، فالايه السلوب هيفضل زي ما هو. طيب تعال نشوف مثال على المثال اللي احنا اللي هو كان في بارت 1. بارت 1 برضه عشان تبقى انت مراجع معايا، كنا بنقول ان الاي اللي هو الدخل كام، يعني كنا بنقول ان الدخل كان 20، وكنا بنقول ان بي اكس وبي واي كنا بنقول
ان بي واي بي اكس ب 4 وبي واي ب 2. ده كان المثال اللي هو بارت 1 من المحاضره بتاعت المحاضره، تمام؟ طيب احنا كنا بنقول ان احنا برضو كانت في ملحوظه مهمه في المحاضره اللي فاتت، ان انا اقدر ارسم البادجت لاين من خلال ان انا بعرف 2 بوينت، يعني ممكن ارسمه من خلال ان اعرف نقطتين، اللي هي النقطه اللي بيكون عندها الماكسيمم بتاع واي اللي هي فيها اقصى كميه ممكن استهلكها من واي في ظل ان اكس بزيرو، واعرف النقطه اللي تحت اللي هي على اكس اللي هي فيها ماكسيمم كوانتيتي اوف اكس اللي هي فيها عندها ان انا بكون الاستهلاكي من واي بزيرو. وممكن اوصل للنقطه دي من خلال ازاي؟ النقطه اللي هي الماكسيمم اوف واي هو عباره عن اي على بي واي، تمام؟ اما الماكسيمم من اكس هو عباره عن اي على بي اكس، واوصل للنقطتين، وكنا حسبناهم قبل كده، وده واضح من الجراف اللي قدامك. ان خد بالك ان البادجت لاين الاصلي عندنا هو البادجت لاين اللي في النص ده، اللي هو عباره عن الوصل ما بين ال 10 وما بين الخمسه. ده كان في البريفيوس اكزامبل او في المثال اللي فات، يعني المثال اللي فات كان عندي البادجت لاين الاصلي هو عند 10 اللي هو الكوانتيتي او الماكسيمم كوانتيتي بتاعت واي، وكان عند الخمسه اللي هي الماكسيمم الكوانتيتي بتاعت اكس. طيب هنا بيقول لك ان ذا بريفيس اكزامبل اف ذا انكم رايزز تو 40، يعني لو الدخل زاد ل 40 ايه اللي هيحصل؟ لو زاد ل 40 هيحصل شيفت اب. طب هيترسم ازاي؟ قال لك سهل، انت عشان ترسم اي بادجت لاين جيب الماكسيمم كوانتيتي من واي والماكسيمم كوانتيتي من اكس، جيب ده وجيب ده وصل النقطتين ببعض. فطبعا لما اجي اقول لك ان الانكم بقى 40 اقدر اجيب الماكسيمم كوانتيتي اوف واي ازاي؟ ان انا هروح عامل ديفايدد ما بين 40 على البرايس بتاع واي، تمام؟ ما احنا قلنا ان هي ايه، بجيب زي الماكسيمم بتاع واي، بجيب الانكم على مين؟ على برايس واي. طب بالنسبه لاكس بجيب الانكم على البرايس بتاع اكس. طيب يبقى واي، يبقى هجيب الانكم ان هو زاد بقى 40، وبرايس واي كام؟ 2. يبقى 40 ديفايد 2 يبقى بيساوي كام؟ 20. طب الماكسيمم كوانت بتاعت اكس يبقى هيبقى 40 برضو 40 لكن على 4 ديفايد 4 يطلع بكام؟ يطلع ب 10. يبقى معنى كده ان هتلاحظ اهو زياده الدخل عمل ايه؟ زود الماكسيمم كوانتيتي بتاعت واي وزود الماكسيمم كوانتيتي بتاعت اكس، عشان كده هيحصل له شيفت اب زي ما واضح قدامك. طيب ان ذا بريفيس اكزامبل اف ذا انكم فولز تو 10، يعني لو قل ل 10 يبقى معنى كده الماكسيمم كوانتيتي من واي هي عباره عن 20 ديفايد 2 يبقى بيديني 5، اما الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس هي عبارة عن 10 divided 4 يبقى 10 على 4 هيديني حوالي 2.5، وبالتالي هتبقى الماكسيمم كونتنت من y والماكسيمم كونتنت اوف x الاثنين حصل لهم decrease، الاثنين قلوا، وبالتالي هيحصل shift down للبادجت لاين. طيب نشوف ده بالنسبة للشيفت. طيب the effect of price change on the budget line، طب لو سعر السلعة يعني اتغير. هنا بيقول لك if price of x of or price of y increase، لو سعر x او سعر السلع y حصل له زياده، هنا اسعار السلع بتؤدي لايه؟ سواء x او y تعمل عمليه روتيشن، يعني تخليه ان هو مش شيفت بقى يتنقل بالكامل، لا روتيشن، يلف كده حوالين نفسه، يا اما هيعمل شيفت داون يا اما هيعمل روتيشن، يا اما هيحصل بقى الروتيشن ده يا اما اب يا اما هيحصل ايه؟ داون. فهو بيقول لك لو سعر احدى السلعتين زاد اكس او واي البادجت لاين روتيتس داون، لو السعر بتاع اي سلعه هيحصل ايه؟ روتيتس داون، هينزل للاسف، وهيبقى become steeper، يعني هيكون شديد الانحدار اكتر يعني. لكن لو البرايس اوف اكس اور برايس اوف واي حصل له decrease هيقل، هيبقى البادجت لاين روتيتس اب، يعني هيحصل له دوران او الى ايه؟ الى اعلى، والبادجت لاين becomes flatter، يعني هيبقى اكتر تسطح يعني او كده. فانا هنا خد بالك ان ممكن يعني ان انا اخد الموضوع ده من ناحيه كحفظ يعني، لكن انا ممكن اخدها كفهم باكتر من طريقه. يعني مثلا لو سعر السلعه اكس زاد، حتى لو بعيد عن الايكويشن او الايكويشن او غيره، لو سعر اكس زاد يبقى متوقع ان الكميه اللي انا بستهلكها منها اللي يحصل فيها، ما احنا عارفين ان هي تقل، فواضح ان الكميه هتقل، تقل يعني معنى كده ان لو اكس زاد متوقع يقل، يعني البادجت لاين لازم ينزل لتحت، بس ده مع افتراض ثبات السعر بتاع مين؟ ها، بتاع واي.
طب لو سعر اكس قل، لو سعر اكس قل مع ثبات سعر واي، متوقع ان الكميه من الاكس تزيد، يبقى هيبقى ايه، هيحصل روتيشن، ويحصل روتيشن اب كده مع افتراض ثبات مين السلعه او سعر السلعه بتاع مين بتاع واي. هنا عامه هنشوف الكلام ده ونبقى نوضحه بالارقام دلوقتي بالامثله، ولكن لو عامه لو السعر زاد بتاع يعني سعر سلعه زاد وسعر السلعه الثانيه ثابت، يبقى هيحصل ايه، زاد يبقى هيحصل روتيت داون. انما لو سعر سلعه زاد سوري لو سعر سلعه قل وسعر السلعه الثانيه زي ما هو، هيحصل روتيت، لكن روتيت ايه، روتيت اب. طيب خلينا نشوف الكلام ده بالمثال على المثال السابق، المثال السابق مره ثانيه، ان احنا كنا بنقول ان اي بكام، اي ب 20، وكنا بنقول ان البرايس بتاع اكس بكام، اكس ب 4، وكنا بنقول ان البرايس بتاع واي ب 2. طيب هنفترض دلوقتي يعني الاساس، الرسمه بتاعتي في الاساس بتاعه البادجت لاين، ان انا عندي البادجت لاين في الاساس كان عند واي الماكسيمم كوانتيتي بتاعت واي هي 10، والماكسيمم كوانتيتي بتاعت اكس هي عباره عن كام، عن 5. تمام. طيب احنا بقى هنرجع نقول ايه، هنرجع نقول ان انا هنفترض ان سعر السلعه زي ما هو وسعر السلعه زاد والانكم زي ما هو، يعني الانكم لو كتبنا كده مع بعض ب 20، وهفترض ان السعر بتاع اكس زاد بقى 5. تمام، وهفترض ان السعر بتاع واي زي ما هو بكام، ب 2. تمام، يبقى سعر في سعر سلعه زاد وسعر سلعه زي ما ايه، زي ما هو. قال لك في الحاله دي انا عشان ارسم البادجت لاين الجديد لازم اجيب الماكسيمم كوانتيتي من واي والماكسيمم كوانتيتي من اكس زي ما قلنا عشان نوصل للنقطتين. فطبعا هنا خد بالك ان سعر واي زي ما هو، فبالتالي الماكسيمم كوانتيتي بتاعت واي زي ما هي اللي هي بكام، اللي هي ب 10. يعني معنى كده ان هيحصل روتيشن للبادجت لاين من عند مين، من عند ال 10، لان هنا سعر واي ماله ما اتغيرش زي ما هو في المثال ب 2. يبقى معنى كده ان الماكسيمم كوانتيتي اوف واي هي 20 على 2 زي ما هي ايكوال 10، فمفيش مشكله. بس مين اللي هيتغير، الماكسيمم كوانتيتي بتاعت اكس هتبقى كام، 20 ديفايدد 5، يبقى 20 ديفايدد 5 يطلع كام، ب 4. عشان كده هبص الاقي ان هيحصل روتيشن انسايد او داون للداخل بالصور دي، وهيبقى مور، هيبقى مور فلاتر، هيبقى اكتر ايه، هيبقى فلاتر اكتر، وهيكون شديد الانحدار بصوره اكبر بالصوره دي اهو. اه دخل الى ايه، اه نتيجه لزياده مين، لزياده سعر مين، زياده سعر السلعه اكس. طب تعالى نجرب لو حصل ان سعر اكس ما زادش، ما حصلوش انكريز، حصل له ديكريز، قل. تعال نشوف، طب الانكم زي ما هو كام، ب 20، وبي واي زي ما هو كام، ب 2، لكن البرايس بتاع اكس اللي حصل قل ل 2. يبقى معنى كده بي واي ما اتغيرش زي ما هو ب 2، يبقى معنى كده الماكسيمم كوانتيتي اوف واي هي 20 ديفايدد 2، تطلع بزر 10 زي ما هي، لكن الكوانتيتي الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس هتبقى 20 على كام، على البرايس بتاع مين، بتاع واي بتاع اكس اللي هو 2. بالتالي 20 ديفايدد 2 20 على 2 يديني كام، 10. يبقى هنا هي كانت 5 بقت كام، 10، فزادت اهو. يبقى هيحصل فيه ايه، يبقى هيتنقل بالصوره اللي قدامي دي، وهيبقى مور فلاتر، يعني هيبقى بالصوره اللي قدامي هو هيحصل ليه روتيشن، لكن روتيشن اب زي ما احنا شايفين. يبقى خد بالك هنا ان السلعه اللي هي سعرها ما بيتغيرش بيبدا ان هو يعمل روتيشن من عندها، لكن بيتحرك بالصوره اللي واضحه قدامي. طيب نروح نكمل نشوف مثال تاني. انا هنا افترضت ان واي ثابت واكس هو اللي ايه، اللي بيتغير. طيب احتمال مثلا ان في المثال ان الاي زي ما هي بكام، ب 20، والبي اكس اصلا هو مش هيتغير، ان الاكس سعرها مش هيتغير، يفضل زي ما هو 4، لكن البي واي اللي هو كان 2 هيزيد يبقى كام، 4. طيب يبقى اللي عندي مين البادجت لاين الاصلي، البادجت لاين الاصلي اللي هو واصل ما بين 10 وما بين 5 اللي هو الماكسيمم كوانتيتي. طيب يلا بينا نحسم الماكسيمم كوانتيتي اوف واي. الماكسيمم كوانتيتي اوف واي هتبقى في الحاله دي 20 ديفايدد 4،
فلما قلت 20 يطلع كام؟ 5. يبقى هنا واي الماكسيمم كوانتيتي قلت بقت 5، لكن الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس لازم ابقى عارف ان هي هتفضل كونستنت زي ما هي، لان ما اتغيرش سعرها، بس عامه احنا حاسبينها تبقى 20 ديفايدد 4 تطلع ب 5. فهيحصل في ايه؟ هيحصل في روتيشن، هيحصل روتيشن من عند الاكس، وهتقل الكميه المستهلكه من مين؟ من واي. فهيحصل روتيشن بالصوره اللي قدامنا كده، يحصل روتيشن داون للبادجت لاين. طيب تعالى، طيب دي ده افترضت ان مين؟ ان السعر بتاع البرايس بتاع واي زاد. طب تعالى لو البرايس بتاع واي قل، اهو الانكم زي ما هو كام؟ ب 20، تمام، والبرايس بتاع اكس زي ما هو 4، لكن البرايس بتاع واي قل بدل ما هو 2 بقى 1. طب يبقى الماكسيمم كوانتيتي اوف واي اللي هيحصل فيها بدل ما هو كان 20، كنا بنقوله 20 على 2 اللي هو الاصل عندي، البادجت لاين الاصلي هو ال 10 وال 5 الاصل ما بين النقطتين دول، فهو دلوقتي هنبقى 20. 20 على كام؟ 20 ديفايدد 1 هيبقى 20، يبقى يحصل انكريس في الماكسيمم كوانتيتي من واي، لكن ال 20 ديفايدد 4 بالنسبه للماكسيمم كوانتيتي اوف اكس هتفضل زي ما هي 5، فهيحصل فيه روتيشن اب. يبقى واضح اننا في فرق بين الافكت بتاع الانكم والفرق ما بين الافكت بتاع بتاع البرايس بتاع اي سلعه من اكس او واي. فهنا الانكم بيعمل شيفت سواء اب بالكامل او داون، ولكن خد بالك ان السلوب بيفضل زي ما هو كونستانت، لان ما بتتغيرش البرايس بتاع اكس او واي، واحنا عارفين ان السلوب هو عباره عن بي اكس ديفايدد بي واي. اما لو حصل ان اتغير البرايس بتاع سلعه من السلعتين، فاللي هيحصل ان يا اما هيحصل روتيشن داون يا اما هيحصل روتيشن اب، لان في سلعه طالما سلعه سعرها ثابت وسلعه ثانيه سعرها بيتغير، فهيبدا يتحرك من عند النقطه اللي هي السلعه اللي سعرها ماله، السلعه اللي سعرها ثابت. وطبعا هنا بقى، طب افرض حصل بقى تغيير في مين وفي مين؟ في البرايس، وافرض حصل تغيير فين؟ في الانكم. شوفوا كده بعض الملاحظات. if both prices increase by the same percentage the budget line will shift downward and vice versa، والعكس صحيح. بيقول لك لو كل من سعر السلعتين، طيب لو احنا هنا مثبتين واحده واحده بتتغير، طب لو سعر السلعتين زاد، يبقى متوقع ان الماكسيمم كوانتيتي من الاثنين اللي يحصل فيها تقل، فبالتالي هيحصل له شيفت داون طالما ان هو زاد ان ذا سيم او باي ذا سيم برسنتج. طيب if income and both price increase، لو السعر زاد والدخل زاد باي ذا سيم برسنتج بنفس النسبه، البادجت لاين ويل نوت بي افكتد، يعني البادجت لاين مش هيتاثر. طبعا البادجت لاين ليه مش هيتاثر؟ لان هنا بيقول لك اف انكم والسعر حصل له ايه؟ انكريز. لو الدخل والسعر ماله؟ زاد. اولا لو الدخل المفروض لو الدخل زاد المحصول المفروض يحصل ايه؟ شيفت اب للبادجت لاين، يبقى لو دخلك زاد المفروض يحصل شيفت اب. طب لو سعر السلعتين اللي حصل فيه زاد، لو سعر السلعتين الاثنين مع بعض زاد المفروض يحصل ايه؟ شيفت داون. يبقى هنا في زياده الانكم تعمل شيفت اب، زياده سعر السلعتين يحصل ايه؟ شيفت داون. بس احنا بنقول لو بنفس البرسنتج يبقى هيفضل كونستانت مش هيتاثر. هو الملحوظه اللي قلتها ان التشنج ان انكم هاز نو افكت اون ذا سلوب اوف بادجت لاين، التغير في الدخل مش هيؤدي لتغيير قيمه الميل في البادجت لاين، لكن التشنج اوف برايس، لكن لو اتغير السعر بتاع وان جود افكت اون ذا سلوب اوف بادجت لاين، لكن انت لو غيرت طبعا سعر احدى السلعتين وحصل روتيشن، تمام، لازم هيتغير السلوب، هيتغير السلوب لان هيتغير البرايس بتاع السلعه يا اكس يا اما يا اما واي. تعال نشوف كده مع بعض اكزامبل يكون على البادجت لاين، ونبدا ان احنا نحله مع بعض واحده واحده وتسمع كويس. مثال زي ده اديني بقول اهو، مثال مهم جدا، تمام، هيجي شبهه وحاجات شبهه كده ان شاء الله في الامتحان، فده مثال مهم شامل على البادجت لاين كده. نشوف بيقول هنا if income i equal 100 price of x 2 price of y 5، المطلوب كذا، مطلوب draw the budget line using numbers above، calculate the slope of budget line، what is the equation of budget line، if combination a on the budget line show that the consumer buyer 30 units of good x، calculate the quantity of y،
show graph is the effect of a rise in income to 200 on the budget line. Shows graph is the effect of a fall in the price of X to 1 on the budget line. احنا لو بصيت صراحة للمثال او الاكزامبل قدامي هو اكزامبل شامل لكذا حاجة ولكذا نقطة. تمام؟ وممكن طبعا يجي لك حاجة شبه دي في الاكزام او الفاينال اكزام بتاعنا. وتبص تلاقي ان انت محتاج ان انت مثلا ترسم، انا مش هطلب منك رسم، لكن انت محتاج عشان تطلع التشويز مثلا الصحيح او اذا كانت الستيتمنت بتاعتنا ترو ولا فولس، فمحتاج ان انت ترسم عشان تطلع الناتج طبعا. فتعالى هنا بقول لك هنكتب بياناتنا بالراحه، وامسك ورقه وقلم وحاول ترسم معايا. بقول if income i بكام، الانكم بيساوي 100، اديني اهو تكتب انت لو بتكتب معايا الدخل 100، price of x2 price of y5. هو هنا عايزك draw the budget line using number above. بالراحة كده انا قلت وبعيد ان انا اقدر ارسم البادجت لاين من خلال معرفة 2 points. ايه هما ال 2 points؟ ال points اللي بتحدد عندها ال maximum quantity of y، والنقطة اللي بتحدد عندها ال maximum quantity of x، اللي هي عبارة عن I divided price بتاع X و I على divided price بتاع Y. أقدر أعرف الماكسيمم كوانتيتي بتاع X والماكسيمم كوانتيتي بتاع Y. طيب يبقى معنى كده إن أنا هقول كده على جنب عشان أجاوب نمبر 1، هجيب كده هقول the maximum quantity of mean of Y هي بتساوي إيه؟ الإيكويشن بتاعتها equal إيه؟ I على price Y PY. طيب الاي بكام؟ الاي ب 100، والبرايس بتاع واي، البرايس بتاع واي بكام؟ ب 5. يبقى 100 ديفايدد 5 ايكوال كام؟ ايكوال 20. يبقى الماكسيمم كوانتيتي من واي بكام؟ ب 20. طب ذا ماكسيمم كوانتيتي اوف اكس بتساوي ايه؟ اي على بي ديفايدد بي اكس، اللي هو بيساوي 100 ديفايدد كام؟ 2. بيساوي كام؟ 100 على divided 2 تديني 50. يبقى معنى كده ان انا لما اروح واعمل محورين، لو بترسم معايا المحورين الفيرتيكال عليه y والهوريزونتال عليه x، واحنا عارفين ان هو البادجت لاين اللي هو downward sloping straight line، هروح جاي رسمه. بس انا عندي في النقطتين اللي طالع منهم، النقطه اللي على الواي فوق اللي هي الماكسيمم quantity of y هكتب عليها كام؟ 20، والنقطة اللي هي maximum quantity of x هكتب عليها كام؟ 50. وكده يبقى أنا رسمت البادجت لاين. تمام؟ تمام؟ طب تعالى نشوف. آدي أهو نمبر 1 وأديني رسمت البادجت لاين. لو أنت بترسم معايا شوف إذا كان تمام ولا مش تمام اللي أنت رسمته أو اللي أنت وضحته لنفسك. أهو آدي الإجابة y x وأدي البادجت لاين. طيب إيه المطلوب نمبر 2؟ بيقول لي calculate the slope of budget line، احسب لي الميل بتاع budget line. ده مطلوب مني ان انا اكون حافظ ان او عارف الايكويشن بتاعت حساب السلوب بتاع budget line اللي هي عباره عن px divided py والاشاره بتاعتها بتكون negative. طيب px بكام؟ px ب 2. طيب py بكام؟ py ب 5، والاشاره ماينس طبعا او نيجاتيف هيطلع ب ماينس 0.4. طب ده بالنسبه لمين؟ للسلوب اوف بادجت لاين. طب نشوف المطلوب نمبر 3. بيقول لك وات از ذا ايكويشن اوف بادجت لاين. يبقى انا برضو لازم اكون عارف ان الايكويشن بتاعت بادجت لاين لازم اكون حافظها. اي ايكوال ايه؟ ايكوال برايس اوف اكس تايمز اكس بلس price of y times y. حلو جدا. يبقى معنى كده ان الانكم، هو الانكم عندي هنا بكام؟ ب 100، بيساوي البرايس بتاع x بكام؟ البرايس بتاع x ب 2، يبقى 2x بلس البرايس بتاع y 5y. يبقى دي الايكويشن عندي، دي الايكويشن بتاعت البادجت لاين اللي هي عباره عن 100 equal to x plus 5y. يبقى لازم برضه اكون حافظها ومذاكرها. ماشي؟ يبقى انا ممكن دي ابص الاقي حاجه شبه كده جت في الامتحان وعليها اكتر من تشويس، فالمطلوب ان انا اكون عارف ومذاكر مثال زي ده مهم جدا. طيب نشوف كده المطلوب رقم 4.
بيقول ايه نمبر 4 if combination A on the budget line shows that the consumer buys 30 units of good X calculate the quantity of Y. بيقول لك لو كان عندي خليط معين بيوضح لي ان المستهلك هيشتري من السلعة X تمام قد ايه، هيشتري من السلعة X 30 وحدة، هل تقدر تعرف لنا هو هيقدر يشتري من السلعة Y كام وحدة؟ يعني لو انت عرفت ان هو هيشتري من اكس 30 هل تعرف انه تقول لنا هو هيشتري من واي كام؟ عشان اعرف هو هيشتري من واي كام انا هنا اقدر استخدم ايه من المعلومات اللي عندي؟ هقدر ان انا استخدم نمبر 3 في المطلوب اللي انا جبته اللي هو نمبر 3 اللي هي البادجت لاين ايكويشن، هقدر استخدمها. هو بيقول لك في المطلوب رقم 4 بيقول لك لو عرفت ان عند مزيج معين ان المستهلك هيستهلك من السلعه اكس 30 تقدر تعرف تقول لنا هو هيستهلك من واي كام؟ طبعا انا هنا انا سايب السلايد دي قدامك ليه؟ لان الايكويشن اللي قدامي بتقول لي ان الميت باوند دي عباره عن 2 اللي هو سعر اكس مضروبه في الكميه بتاعت اكس زائد 5 اللي هو سعر واي مضروبه في الكميه بتاعت مين؟ بتاعت واي. تمام؟ تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي اقدر لو انت عرفت، لو انا بقول لك ان الراجل ده او المستهلك ده هيشتري من اكس 30 تعرف تجيب لي الكميه اللي هيشتريها من واي؟ اقدر طبعا اعرفها من خلال استخدام الايكويشن اللي قدامي، لان الايكويشن دي اللي قدامي هتبقى الانكم زي ما هو ب 100 تمام؟ و ال 2 اللي هو السعر بتاع اكس ده مضروب في كام؟ في اكس، هو ايه اللي لو هيشتري من اكس 30؟ يبقى تايمز 30 تمام؟ بلس زائد 5 تمام مضروبه في كام؟ في واي. طب هي واي بكام؟ هو ده اللي مطلوب اللي هي الكميه من مين؟ من واي. يبقى انا اقدر ان انا استخدم الايكويشن اهو ان فروم بادجت لاين ايكويشن ان انا هضرب 2 في 30 زائد 5 واي في 100. طبعا واي هي دي الكوانتيتي او الكميه اللي مطلوبه، بيقول لي هيشتري قد ايه من واي. طبعا اقدر ان انا استخدم الطرق يعني سهله طبعا للحساب، هيبقى عندي 5y equation 40 يبقى معنى كده ان y هي عباره عن 40 divided 5 يطلع ب 8 units، يبقى ده هيشتري كام وحده؟ هيشتري 8 وحدات. طيب نروح للمطلوب رقم 5، بيقول لك show graphically وضح لي كده باستخدام الجراف the effect of arise التاثير بتاع زياده الانكم تو 200 on the budget line. بيقول لك لو الدخل زاد لكام؟ ل 200. انا بقى المفروض من مذاكرتي اللي فاتت وفهم للشرح اللي فات عارف ان لو الانكم زاد هيحصل شيفت في البادجت لاين، يا اما هيحصل شيفت اب يا اما هيحصل شيفت داون بالكامل مع الاحتفاظ بالسلوب بتاعنا، ان السلوب هيفضل كونستنت. طب هنا هيحصل شيفت اب ولا هيحصل شيفت داون؟ برضو من مذاكرتي اللي فاتت ان انا اكون فاهم ان هنا ايه اللي حصل، بيقول لي ان الانكم زاد ب 200 يعني هو كان 100 ب 200 يبقى انا عارف ان هيحصل شيفت اب. طب تقدر ترسمها؟ هقدر ارسمها وفقا للي انا سامعه من شويه ان انا هقدر ارسمه لو انا النتيجه لان الانكم زاد يبقى معنى كده ان الماكسيمم كوانتيتي من اكس هتزيد والماكسيمم كوانتيتي من واي هتزيد. فانا لو حسبت الماكسيمم كوانتيتي اوف واي والماكسيمم كوانتيتي اوف اكس بعد ما حصل انكريس في الانكم هقدر اوصل للنقط واقدر ارسم مين اي. فعشان كده انا ما انساش ان انا راسم في البدايه ايه البادجت لاين الاصلي اللي هو عباره عن كان ما بين مين وما بين مين، كان ما بين الماكسيمم كوانتيتي من واي اللي هي 20 والماكسيمم كوانتيتي من اكس اللي هي كام؟ كانت 50، وادي واي وادي اكس. تمام؟ تمام. طب يبقى انا مطلوب ان انا احسب ايه؟ احسب بقى بعد الانكم ما هيزيد. ما انساش ان الانكم زاد يعني الاي بتساوي 200، ولكن ما انساش بقى المعطيات بتاعتي، كان البرايس بتاع اكس كان بكام؟ ب 2، وكان البرايس بتاع واي بكام؟ ب 5. طيب يبقى انا كده وانا بحل، انا هنا يمكن عامل الجراف على طول لان الموضوع ما هوش صعب. تمام؟ اوكي تقدر ان انت الكلام ده وانا بتكلم اهو تقدر ان انت تكتبه لنفسك. يبقى انا هقدر اجيب الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس هتساوي الاي على برايس بتاع اكس، الاي بكام؟ ب 200 ديفايدد كام؟ السعر بتاع اكس، السعر بتاع اكس بكام؟ ب 2، يبقى 200 صح كده؟ على 2 يبقى هيديني 100، ده اقصى كميه من اكس، يبقى معنى كده ان اكس هتزيد من 50 تبقى 100. طيب الماكسيمم كوانتيتي اوف واي تساوي ايه؟ اي ديفايدد على البرايس بتاع واي.
طيب الاي بقت بكام؟ ب 200 على كام؟ على السعر بتاع واي. سعر واي بكام؟ ب 5. يبقى 200 على 5 يديني كام؟ 40. يبقى معنى كده ان الماكسيمم كوانتيتي بتاعت واي زادت من كام؟ من 20 ل 40. يبقى هرسم موازي ويبقى من عند واي 40 ولتحت عند اكس بكام؟ ب 100. طيب يبقى هنا الزياده في الانكم عملت شيفت. طيب نروح للي بعديها نمبر 6 بيقول لك show graphically the effect of a fall in price of X to 1 on the budget line. بيقول لي هنا يا ترى ايه هو تأثير. هو كل مرة بيرجعني طبعا بنرجع لاصل الايه المثال. هو بيقول لك هنا يا ترى ايه اللي هيحصل لو سعر السلعة X اللي حصل فيه قل. يبقى مرة تانية انا قدامي ان بقول لنفسي كده Y و X والبادجت لاين الاصلي هو كان موصل ما بين كام؟ كان الماكسيمم كوانتيتي من واي كانت 20 والماكسيمم كوانتيتي من اكس كانت كام؟ كانت 50. ده الاصل. طيب معنى كده ان هنا بيقول لك هنفرض حاجه ثانيه تاثير انخفاض السعر بتاع سلعه. المفروض ان انا عارف لو سعر سلعه قل يبقى معنى كده ان طالما ان سعر السلعه انا عارف قل ده لو انا بالفهم حتى كده في البدايه واحده واحده يبقى الكميه المستهلكه من السلعه اللي هي اكس دي هتزيد. طالما سعر الكميه المستهلكه من اكس تزيد مع ثبات مين واي سعر واي يبقى معنى كده هيحصل روتيشن من عند النقطه واي يبدا ان الباتشت لاين يتحرك. وطالما سعرها اقل يبقى يتحرك يحصل ايه؟ يبقى روتيشن اب. يحصل روتيشن اب هيتنقل ويتحرك حوالين نفسه لكن لاعلى لان الكميه من الاكس هيحصل فيها ايه؟ تزيد. ولكن انا هشتغل هنا واحده واحده. هو هنا بيرجعني لاصل الموضوع مره ثانيه ان لا بيقول لي ان هنرجع للاصل ان افرض بقى ان الاي زي ما هي بكام الاي ان الاي زي ما هي ب 100 وان البرايس بتاع واي ما اتغيرش. طيب البرايس بتاع واي زي ما هو 5 ولكن اللي حصل ان البرايس بتاع اكس هو اللي قل. كام يا عم البرايس بتاع اكس؟ قل انخفض وبقى 1 بدال ما كان 2. يعني قل بدل ما هو كان 2 بقى كام؟ بقى 1. طيب يبقى معنى كده ان انا برضو لو عايزها واحده واحده هحسب الماكسيمم كوانتيتي اوف مين اوف واي. لو انا عايز احسب الماكسيمم كوانتيتي اوف واي هي عباره عن اي على البرايس بتاع مين؟ بتاع واي. اي بكام؟ اي ب 100. جميل. والسعر بتاع واي زي ما هو السعر بتاع واي ب 5 يطلع 20. يبقى معنى كده تفضل زي ما هي واي. لكن عايز اجيب الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس هتبقى عباره عن اي على البرايس بتاع اكس يعني 100 ولكن السعر بقى 1. يبقى 100 ديفايدد 1 يساوي 100. يبقى معنى كده ان الكميه المستهلكه من اكس هتزيد من 50 لكام؟ من 50 ل 100. يبقى معنى كده ان هيحصل روتيشن ويتنقل يحصل له شيفت اب بالصوره اللي قدامي كده ويحصل انتقال في منحنى او البادجت لاين بالصوره اللي قدامي. وبكده اهو يبقى ادي البادجت لاين كتفسير وتوضيح ايه هو البادجت لاين. المفروض ان شاء الله محاضرتنا الجايه يوم السبت باذن الله المحاضره رقم 11 وممكن تكون زي ما قلت ممكن تكون اكتر من من بارتين. يعني ممكن يكون في بارت 1 و2 و3 طبعا ده ما فيهوش مشكله هبقى برضو انبه ليه تمام على اساس ان احنا ممكن ناخد جزء من شابتر جديد وهكذا. انا عايزكم تذاكروا كويس جدا البادجت لاين تعرفوا ايه هي الفيتشرز او الخصائص بتاعه البادجت لاين او الايكويشن بتاعه البادجت لاين تفهموه كويس جدا 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 وتحلوا بايديكم الاكزامبل اللي انا قلته ده وترسم بايديك الجراف هيفرق كتير جدا. يعني الافضل ان انا ارسم واعمل الشغل ده ما ينفعش ويا ريت نتعلم من اللي احنا او من الاخطاء اللي انتوا وقعتوا فيها قبل كده ان انا ارسم بايدي واعمل كل حاجه بنفسي ما اروحش ان انا اول مره احل واشوف الاسئله واقابل مشاكل يعني في الامتحان لاول مره تمام. فانا عايزك تذاكر ده كويس وان شاء الله المحاضره الجايه هيبقى في بارت 1 هنتكلم فيه عن الاندفرنس كيرف منحنى السواية وبعد كده نتكلم بقى عن الايكوليبريم بتاع المستهلك او العلاقه ما بين بقى البادجت لاين وما بين الانديفرنس كيرف وازاي بيتوازن الكونسيومر والكلام ده كله عشان يحقق اكبر اشباع بالنسبه له. ده ان شاء الله هتبقى المحاضره الاولى البارت 1 في المحاضره الجايه باذن الله اللي هو يوم السبت الجاي ان شاء الله. ما ننساش اللي في امتحان
بإذن الله يوم الـ يعني امتحان الساعة الكويز النهاردة أو يوم الثلاث، هتبقى بقول أهو اللي هو 15/9 الساعة 1، من 1 لـ2 الكويز، من 1 لـ2 اديني بقول اهو ان شاء الله. تمام، يوم 15/9 اللي هو الثلاث، من 1 لـ2. تمام، وان شاء الله نتقابل على خير، واشوفكم ان شاء الله ونتقابل على خير في المحاضرة الجاية بإذن الله.